معاكم ياسميان جولف من قطر. اليوم راح نلتقي بشخصية شابة قطرية كان له تأثير على قطر برسمة رسمها معبرة وحب الوطن. طبعا الكل عارف هالرسمة، واللي راسمها أحمد المعاضي راح نلتقي فيه بعد شوي وناخذ منه سوالف وأسئلة ونتعرف عليه أكثر. فيك يا مرحبا ومسهلا، يعطيك العافية وشكرا على زيارتكم. بداية عرفنا أكثر عنك أحمد. أرسم من يوم كنت صغير، أول ما مسكت القلم لا الحمد. طبعا في طموحات وأحلام وأهداف الواحد بيحققها ويتخيلها بالمثابرة والعمل، الحمد لله قدرت أطبق أحقق هالأشياء. بعد الدراسة في 2009 أنشأت شركتي الخاصة، شركة وشو؟ نوشن ميديا، وعملت على مجموعة من الأنيميشنز، مسلسلات وأفلام ورسم متحركة. هي متحركة وأفلام براندات مثلا اليوم الرياضي للدولة، بطولة القلايل، كاس آسيا، يعني بطولات الرياضية المحلية تقريبا، أشياء محلية أشياء دولية. رسمة تميم النجد اللي وران اللي صارت فيها ضجة كثيرة في قطر، من وين جاتك هالفكرة؟ هي ما تحتاج فكرة، أول شيء الحمد لله هي توفيق من رب العالمين. إحنا كنا نحب الشيخ تميم من قبل لا تصير أزمة ولا شيء، وقائدنا اللي احنا نعتز فيه ونفتخر فيه. هذه كانت كلمسة وفاء لقائد مسيرتنا سمو الشيخ تميم بن حمد الثاني. صار الحصار على قطر ونشرت الديجيتال وبإضافة تكست تميم المجد، ولقت على استحسان وانتشار في وين أول مرة نشرت؟ على أي سوشيال ميديا؟ عندي في الانستغرام، في سناب شات، في تويتر، وتوحدت في البروفايل بيكتشر. يعني من خلال 5 ساعات تقريبا صارت يعني عملت بومينج ضجة ما شاء الله. إذن شنو شعورك لما شفت ضجة الناس على هالصورة وطريقتهم في استخدامها؟ البداية طبعا الواحد ما يكون مستوعب الموضوع، هل هو في صوت السالفة المنطري بيستمر ما راح يستمر، يمكن بس شي فترة شي. لما التقيت سمو الأمير وهديت اللوحة؟ طبعا هديت اللوحة الأصلية لأن ما لها إلا محلها عند راعيها، هذا فخر وشرف بالنسبة لنا احنا، أقل شيء نقدر نسويه حق قطر. أحمد، هل تحس الفن له تأثير في مجال السياسة؟ الفن بشكل عام له تأثير في كل مجالات السياسة، الرياضة، الثقافة، التعليم، مثل ما شفتي الحين قوة ناعمة تعتبر قوة، يعني هي قوة بشكل عام، يعني تغير وتعدل. متواجدين في المعرض في الحزم، قول لنا ايش قصة المعرض وش الرسومات اللي طرحت فيها؟ اولا المعرض هذا مجموعة كبيرة من اللوحات الوطنية، اكثر شيء 18/12 اللي هو اليوم الوطني، فاللوحات هذه انعرضت في كتارة، بعدها نقلناها هنا، كانت اسبوعين في كتارة اسبوعين في الحزم، بس اللي في الحزم اكثر من اللي في كتارة. كل لوحات وطنية تعبر عن قطر والأسرة الحاكمة، مثل ما انت شايفة هني أسرة سمو الأمير، أسرة المجد، هذه اللي لازم تكون في كل معرض مصاحبة مع اللوحة رقم 0. سمو الأمير رواد هذه اسمها بركتنا، لأنه هو فعلا بركتنا، وهذه بعد أحد اللوحات المميزة نفتخر فيها، خاصة يوم كانت في مقابلة 60 مينت. أحمد، إحنا نعرف في فن تجريدي، فن كاركاتير، أنت شنو نوع رسمك؟ شنو تسميت؟ أرسم كاركاتير ورسمت أنيميشن، سويت مسلسلات. بس هذا المعرض، هذا المعرض هذا الستايل على البينتينج على الكانفاس، مودرن آرت، مثلاً في جرافيتي، ميكسينج، يعني أنا مركز في كل شيء، يعني مدخل فيهم. ليش؟ لأن أحب هالنوع من المودرن آرت اللي فيه شوي مثلاً الجرافيتي، مدخل فيه الأبستراكت وهالأشياء، وإنه يكون سمبل وبسيط. طبعاً هاي شيء أساسي، أنا أحب الأشياء البسيطة، مثل ما أنت شايف في كل اللوحات اللي هني موجودة، هني لوحات تعبر عن الحصار، يعني تدخل الألوان. يعني أنا بعد في شيء يمكن ما تبع سيستم الألوان نفسه اللي هو الجايد لاين حق الألوان، لا أنا أشوف لما مغل الألوان تحكم فيني لأن أنا أتحكم فيها. هذه الشيء. شنو هدفك أو طموحاتك في المستقبل؟ طبعا الطموحات لا حدود لها، الاهداف موجوده، في خطه محدده لازم الواحد يمشي عليها، بس يعني بتأني فكر بترتيب، والحمد لله ان شاء الله اذا الله وفقنا في الامور الثانيه تكون الامور تمشي ان شاء الله. فيك يا رب، نشكر لقائك احمد، نشوفك ان شاء الله للاعلى وتكون معرض عالمي ان شاء الله يا رب. حاب يشوف المعرض، هو في مول الحزم من تاريخ 4 ل 18 يناير. يلا حياكم، ترى روحاتها روعه روعه.